زوجه عندي 7 منهم واحد ايهم مريض معاه متلازمة في الداون، وانا يعني كل اعباء علي لانه زوجي لا يستطيع العمل بسبب ظروف الصحيه، وعندي طالبات جامعات تخرجوا وحاولوا يبحثوا عن عمل، قدموا لفرص عمل ما لقوا، ما توفقوا هذا الشيء. وفكرت أنا أعمل النادي عشان أني مثلاً أخلق فرصة عمل للبنات اللي عندي، لأنه دنيا بكالوريوس رياضة وعندي دينا تغذية، يعني بيشتغلوا يعني وأنا بشتغل معهم بالجيم أو بالصالة هاي. أنا بلشت بال 2018 قررنا نفتح النادي، توجهت لجمعية خيرية، أخذت منهم قرض 7500. بالبداية كونه ما فيش جمات كفرنجة وما فيش يعني مكان يروحوا عليه السيدات كان كفرنجة يفرغوا طاقات أو يغيروا جو فيه، كان إقبال كويس. بس لما إجوا عندي هون بعد فترة شافوا يعني ما فيش خدمات سيئة والمرافق مش كثير، يعني بلش الإقبال يعني يخف علينا، يعني بلش الشغل يتراجع. تقريباً 2020 بلشوا يعملوا إعادة تأهيل للنادي وساعدوني إني مثلاً أطور نفسي، وكمان ساعدوني إني أطلع جولات. أول شيء أخذت مركز تطوير الأعمال بي دي سي، أخذت عندهم دورة محاسبة، وأخذت عندهم دورة مهارات اتصال وتسويق كمان. أكيد أثر إيجابي، صار عندي يعني إقبال أكثر. صار لي أنا هون 1.5 سنة على صالة الرياضة باجي وبلعب 3 أيام بالأسبوع. أنا مريضة كانسر ويعني كان وضعي الصحي إجري تعبانين كثير، يعني ما أقدر أتحرك كثير، فلما أجيت هون صرت ألعب على الأجهزة تمارين المشي كمان الجري، بس يعني كثير منيح التمارين إلي.